كان الهدف محطوط او كانت الرساله اللي واصله لنا حضرتك استاذ الفاضل، لكن احنا دايما بنرتقي بالايه؟ بالمهنه بتاعتنا وبنرتقي عايزين نوصل لمستوى الجوده والاعتماد. يعني هو ده اللي وصلنا للجوده والاعتماد، عشان اشتغل جوده واعتماد يبقى لازم اشتغل انترناشونال. مره استعرضنا تقريبا مع بعض المعايير الدوليه للمراجعه ابتداء من قبول العرض، مرورا بالفحص المبدئي، مرورا باختيار العينات، مرورا بالادله والقرارات التحقيقيه، وكل ده يمكن احنا مرينا بيه. يمكن انا اقصد ان احنا النهارده بنعمل نهايه الكورس ان احنا نتكلم عن المعايير الدوليه للمراجعه الاسلاميه. هي مش جديده، هي من 1999 واتعملت عشان تتوافق ما بين الاقتصاد الاسلامي وما بين المعايير الدوليه للمراجعه. يعني هي عملت بالظبط، هي عملت الكلام ده كله وهي بتشتغل معانا على خمس معايير. متوازن اللي ولا هيصرف فلوسه كلها ولا هيزكي بفلوسه كلها.
يعني هو الشريحه الثالثه اللي فاضله مفيش غيرها، هيعمل ايه؟ هيبتدي يستثمر فلوسه، مش هيكنسها، ما فيش حاجه اسمها كنس خلال السنه دول، لان مش فانا انا مش هكنسها، انا هشغلها مع حضرتك، هشغلها مع واحد عنده مصنع، هشغلها مع ابن خالي، مع ابن عمي، او في المصرف، المصرف الاسلامي، ما دام الاقتصاد اسلامي يبقى المجتمع كله ماشي بنظام اسلامي، هشغلها في المصرف الاسلامي. لكن هي الزكاه، الزكاه مش على نسبه الربح، لا الزكاه على الاموال اللي بيعملوها اللي بيحول اللي على المبلغ اللي بيحول دايما حساب تجاري، حساب تجاري مثلا جمد انه هو مثلا من الزكاه من التجاره عن المكس بتاعك مش عن اللي في فرق بين الحول، لا لا زكاه المال، زكاه المال على المبلغ اللي لازم يطلع عليها الحول حضرتك ما كسبك لكن زكاة المال اللي سواء المال او الذهب او الفضه او الغلال كل ده اللي بيحول عليه. يعني الشيء المتوسط دائما شكرا اللي موجود.